رحب بكم أعزائنا المشاهدين عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيليلومير، والبداية مع العناوين. مرور عام على تعيين غبطة البطريرك بيير باتيستا باتسبالا بطريركاً للاتيني في القدس. غبطته يترأس في أبوظبي مؤتمر أساقفة الكنيسة اللاتينية في البلدان العربية. بدعمين من البعثة البابوية في الأردن، دورة في التعليم المسيحي للمعلمين والمعلمات. تخريج الدفعة الأولى من طلاب الجامعة الكاثوليكية في أربيل. وفيها أيضاً الشراكة مع الله، عنوان حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. أهلاً بكم. في إطار تعليمه المسيحي الأسبوعي، رحب قداسة البابا فرانسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم والناطقين باللغة العربية، حيث جاء في المقابلة التي ألقاها قداسته من قاعة بولس السادس بالفاتيكان فقال: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمرضى والمتألمين، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا على حياة الروح وحياة الممارسات الخارجية في إطار تعليمه في الرسالة إلى أهل غلاطية، وقال: حاول أهل غلاطية أن يؤسسوا تدينهم على المحافظة على الوصايا والتقاليد، فذكرهم بولس بمحور الإيمان أنه موت الرب يسوع وقيامته، وطلب منهم أن يرجعوا إلى الله معطي الحياة في المسيح المصلوب. ونحن لتقوية حياة الروح لنقف أمام يسوع المصلوب ولنسجد أمام القربان. على الصليب يحدث ما حدث مرة في الماضي، يسوع يسلم الروح ويهبنا حياته، وفي القربان يقدم لنا جسده غذاء لروحنا، وبعد الفصح أي بعد مرور يسوع من الموت إلى الحياة أرسل الروح الذي قوى الرسل وملأ الجميع من دون استثناء، وهو نفسه الذي يغير قلبنا ويقود الكنيسة اليوم أيضا. فيه تتجدد حياة الجماعة، وبقوته نواصل جهادنا الروحي. وتكلم بولس على أعمال الجسد وعلى أعمال الروح. أعمال الجسد هي ما تربطنا بمختلف الشهوات، ليس لأن الجسد في حد ذاته سيء، إنما هي عبارة تشير إلى موقفنا نحن المنحصر في الأعمال الدنيوية. وعدد بولس أعمال الروح، فهي المحبة والفرح والسلام والصبر واللطف وكرم الأخلاق والإيمان والوداعة والعفاف. ودعانا قداسته إلى أن نعيش بحسب الروح، فهو الذي يشدنا إليه ويمنحنا خصوصا المحبة التي تغير قلبنا وتملأنا بالحياة والفرح. يصادف هذه الأيام مرور عام على تعيين غبطة بيير باتيستا باتسبالا بطريركا للاتيني في القدس. ففي 24 من شهر تشرين أول العام الماضي، قرر قداسة البابا فرانسيس تعيين غبطته بطريركا بعد خدمته كمدبر رسولي منذ عام 2016. وكان غبطته قد منح السيامة الأسقفية على يدي الكاردينال ساندري عميد المجمع الشرقي للكنائس. وفي عام 2017 عين عضواً في مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان. وبهذه المناسبة تتقدم المديرة الإقليمية لفضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين الدكتورة باسمة السمعان وفريق العمل
بأحر وأسمى التهاني القلبية لغبطة البطريرك بتسبالا، متمنين له التوفيق في القيام بمسؤولياته وداعين له بموفور الصحة والبركة الإلهية كي يواصل خدمة الكنيسة وقضايا السلام والعدل والمصالحة. على صعيد آخر، ترأس غبطة البطريرك بير باتيستيا بتسبالا الاجتماع السنوي لأساقفة اللاتين في البلدان العربية، وضم الاجتماع الذي عقد في العاصمة الإماراتية أساقفة أبوظبي ومصر وجيبوتي، إضافة إلى النواب البطريركين في القدس وعمان والناصرة وقبرص والجماعة الكاثوليكية في فلسطين والسفير البابوي في الكويت والبحرين وقطر والقائم بأعمال السفارة البابوية في أبوظبي. كما حضر الاجتماع رئيس أساقفة تونس ممثلاً لمجلس أساقفة شمال إفريقيا، وناقش المؤتمرون خلال اللقاء وضع الكنيسة في بلدانهم، علاوة على موضوعات أخرى تهم الكنائس في المنطقة العربية. هذا وشارك الأساقفة في أبوظبي بحوار مستفيض حول مجمل القضايا المدرجة على جدول أعمالهم، كما ترأس غبطته صلاة من أجل المسيحيين في دول المنطقة. وفي الختام رفع الجميع الأكف بالدعاء إلى الله لأجل نجاح المؤتمر. عقدت الهيئة العامة في دار الكتاب المقدس في عمان اجتماعها السنوي قدمت خلاله تقاريرها المالية والإدارية، وجرى خلال الاجتماع انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية الجديدة بالتزكية، وذلك على النحو التالي: القس فائق حداد رئيساً للهيئة، الأب الدكتور فراس نصروي نائباً للرئيس، لينا مسيح أمينة الصندوق، ريم الفار أمين السر، الأب الدكتور إبراهيم دبور، الأب الدكتور بسام شحتيت، المهندس فارس حجازين، إضافة إلى تسمية أعضاء الاحتياط وهما المحامي خلدون صلايطة ومرفت شطارة. قدمت فضائية نورسات التهنئة للأب الدكتور جمال خضر بمناسبة تعيينه نائبا بطريركيا للكنيسة اللاتينية في الأردن، حيث أجرت الدكتورة باسمة السمعان المديرة الإقليمية للفضائية في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين مقابلة مع الأب خضر حول موضوعات عديدة. تحدث بداية حول انطباعه عن الكنيسة في الأردن ورأيه بضرورة إعادة تشكيل النظام الكهنوتي في الأبرشيات، وكذلك مسؤولية المؤسسات الكنسية في المملكة الصحية والتعليمية والإغاثية وعلاقة المؤمنين بالكنيسة، إضافة إلى موضوعات عديدة كالحديث عن دورات التعليم المسيحي وكيفية قراءة الكتاب المقدس ودور المرأة في خدمة الكنيسة وسبل دعمها وتأمين حقوقها في الجوانب الاجتماعية المختلفة، وأيضاً أهمية دور الإعلام في خدمة الكنيسة وغيرها من الموضوعات. المقابلة كاملة سيتم بثها لاحقاً، وفيما يلي مقتطفات من المقابلة. دائماً نقول الإعلام مهم إلى آخره، خلينا أركز على موضوع الإعلام اليوم في فترة كورونا وما بعد الكورونا. نعم. وهذه مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي أصبح الإعلام كغابة. نعم. بيدخل الإنسان على الإنترنت على اليوتيوب أو على أي وسيلة أخرى وفي آراء مختلفة متنوعة ومتناقضة في نفس الوقت بشكل مربك تماما. وجود محطة زي نورسات كمحطة كاثوليكية موثوق فيها، نعرف ما هي رسالتها، نستطيع بكل اطمئنان أن نوجه مؤمنينا إلى أن يستمعوا إلى نورسات كمصدر لعرض هذا الإيمان المسيحي ولوضع المسيحيين في الشرق. وجود محطة نورسات ومثلها إذا في محطات أخرى أو مصادر أخرى تجنب شبابنا ومؤمنينا أنه يتعرضوا إلى آراء تخالف الإيمان وأراء يعني تحيدهم عن رسالتهم، بينما رسالة نورسات والإعلام الكاثوليكي هي رسالة واضحة ورسالة فيها هذا الخبر السار ورسالة فيها هذا التوجيه للمؤمنين، وكثار اللي بتابعوا نورسات في بيوتهم. نعم. فهيك بنكون مطمئنين إنه الرسالة تصل بطريقة سليمة صحيحة نقية صافية وليست ملوثة كوسائل التواصل الاجتماعي. فإذا كانت وسائل الإعلام مهمة، اليوم أهميتها أكبر، لأنه الآراء اللي بتصل لمؤمنينا آراء خبيثة مسمومة موجودة، بحاجة إلى إعلام يوصل الرسالة بطريقة واضحة وكمان مرة
كبشرة، كخبر صار إلى المؤمنين. من هنا بشكر نور سات على اللي بيعملوا وعلى التفرع اللي بيعملوا، نور سات قداس، نور سات الشرق، نور سات الشباب. نعم. اللي موجودة حتى فعلا توصل رسالة المسيح للجميع من خلال هذه الوسائل الإعلام. بتنظيم من راهبات الفرنسيسكان مرسلات مريم وبدعم من البعثة البابوية في الأردن، أقيمت في مركز سيدة السلام جنوب عمان دورة التعليم المسيحي حول كيفية قراءة النصوص الصعبة من الكتاب المقدس وكيفية تعليمها إلى الأبناء المسيحيين. وقد حضر في الدورة التي شارك بها عدد من المعلمين والمعلمات الأب زكي صادر اليسوعي، الذي أجاب بدوره على تساؤلات المشاركين حول بعض النصوص الإنجيلية وكيفية التعامل معها. لكن نحن هاليومين بلقاء مع أساتذة التعليم المسيحي، وهدف اللقاء هو الكتاب المقدس، بمعنى أنه شو هي أفضل الطرق أو كيف منسهل طريقة فهمنا للكتاب المقدس، وهالطريقة بتسهل علينا أنه نعطي نشرح الكتاب المقدس للي عم نشرح لهم إياه، إن كانوا أطفال أو إن كانوا بالغين. هالدورة رح يكون فيها ثلاث أجزاء هي أساسية رح ترجع دايما. الجزء الأول شو يعني مقدس وشو يعني كتاب مقدس، يعني شو المفهوم تبع الكتاب المقدس. الجزء الثاني رح نسميه النصوص الصعبة، يعني كيف بأي طريقة ممكن نعتمدها لنفهم النصوص الصعبة، إن كان بالعهد القديم وإن كان بالعهد الجديد. شو يعني نصوص صعبة؟ يعني النصوص يلي وجه الله المحبة ما بيبين فيها بطريقة تلقائية وسهلة. والجزء الثالث كيف ممكن الكتاب المقدس يكون بكل نصوصه السهلة والصعبة هو أداة للصلاة والنمو بالحياة الروحية. فكمان رح ناخد أوقات من الصلاة الشخصية بطرق معينة تناسب الكتاب المقدس. إذن هناك طرق صلاة يعني هي ما بتطبق إلا على الكتاب المقدس، رح نشوفها مع بعض، إن كانت طرق شخصية وإن كانت طرق جماعية. دورة التعليم المسيحي لهالسنة احنا أعلن عنها عن طريق موقع مركز يوحنا المعمدان. هاي الدورة احنا مش أول مرة بنعملها، عدة مرات بنطلق هاي الدورات. هالمرة كانت الدورة هي اخترنا أبونا زكي يجي. موضوع الدورة كانت هي إنه المواضيع هاي بالكتاب المقدس الصعبة اللي بنقدر نعطيها للأولاد للأطفال، كيف ممكن احنا نقدمها، يعني كيف نعطيها بطريقة شوي تكون وكيف نقدر نجعلها حالية آنية بحياة الولد. يعني فبلشنا هاي الدورة بهم سيد السلام للأهل الشمال والأهل عمان. في دورة تانية إن شاء الله يوم السبت رح تكون لأهل الجنوب، أبونا زكي رح يروح لأهل الجنوب. فهيك بنكون إحنا شملنا كل المنطقة بالأردن لكل الناس. في تجاوب إجا من هوني تقريبا 51 شخص تجاوبوا من المدارس، إجوا معلمين، إجوا من العراقيين إخوتنا العراقيين، من الفحيص، من الحصن، من عمان، يعني من مختلف المناطق إجوا تجاوبوا بهالدورة. هاي الدورة من تموين البعثة البابوية، بنشكرهم على هالدعم الكبير اللي بيقدموه دايما لنا، ومش أول مرة ولا آخر مرة. رح يكون إن شاء الله بالسنة مرتين هيك دورة تعليم مسيحي، وهالزيارات اللي بنقوم فيها كمان هي من تموين البعثة البابوية. يعني بنشكر نور سات، يعني أنتوا دايما داعميننا بحضوركم، وبنشكر دكتورة باسمة بالفعل. الدورة بخصوص القراءة للنصوص الصعبة في الكتاب المقدس، وحسينا أنه نحن عن جد بحاجة لمثل هيك دورات. حتى أنا بجزء لي 12 سنة تقريبا عم بدرس تربية مسيحية، ولكن بضل الواحد دائما بحاجة إلى المزيد من القراءات وتفسيرات في الكتاب المقدس، حتى نستطيع بدورنا إحنا كمعلمات تربية مسيحية أنه ننقل هذا التعليم اللي رح يوصل لنا لطلابنا بطريقة صحيحة سليمة، حتى يكون جواب لكل التساؤلات اللي بتسألوها الطلاب عن النصوص الصعبة حقيقة اللي بتكون موجودة في الكتاب المقدس. أسلام المسيح، إحنا من شبكة القديسين بطرس وبولس الحصن، إحنا جينا اليوم لحتى نتشارك خبراتنا مع العراقيين. طبعا بهذا اللقاء حابين نشوف المشاكل
والثغرات اللي ممكن نوقع فيها ونجدلها هاي الحلول لحتى لما نرجع على كنائسنا نقدر نعطي الأطفال هاي الفائدة اللي إحنا أخذناها اليوم. وطبعاً منحب نشكر الأب زكي صادر على هاي اللفتة الحلوة بحيث إنه نتعرف على بعض ونتشارك بهاي الأمور الدينية والروحانية بشكل أفضل. اليوم اجتمعنا بدورة كلش مهمة أنا أشوفها خصوصاً لنا كمعلمين تعليم المسيحي، هي دورة عن شون إحنا نقدر نوصل ونشرح نصوص الكتاب المقدس، خصوصاً عندنا نصوص قديمة من العهد القديم صعب نوصلها لأطفال بأعمار صغيرة. الدورة مقدمة من الأب زكي صادر اليسوعي، صراحة الأب زكي غني عن التعريف، حضر الدورات سابقة إله ولهذا تحمست هواية أنه أحضر هاي الدورة. أحس أنه احنا بحاجه لهيج دورات، خصوصا انه احنا هنا ما بين عراقيين، معلمين عراقيين واردنيين، فدي يصير تبادل خبرات جدا رائع بيناتنا، وطلابنا ايضا دي يجون من خلفيات ومجتمعات مختلفه، يعني بيئات مختلفه، فصار سهوله انه نتبادل خبرات حتى نعرف احنا شلون نوصل الكتاب المقدس بطريقه اسهل وحتى يقدر الطالب يفهمها. بحب أشكر الأب زيد حبابة، هو اللي وصلنا الدعوة من الراهبات الفرنسيسكيات، وأيضاً أحب أشكر أبونا زكي صادر على أنه خصص هذا الوقت أنه يجي الأردن يقدم لنا هاي الدورة. شكراً. ضمن حلقات كنيستي، يسرنا أيها الأعزاء أن نخصص حلقتنا لهذا الأسبوع حول كنيسة ماري الياس للروم الملكين الكاثوليك الواقعة في جبل الحسين بعمان، والتي بنيت عام 1949 بإسهام من أبناء الرعية وجهود أهل الخير، ولها دور رائد في خدمة أبناء الرعية. نورسات زارت الكنيسة وعدت التقرير التالي. نصل اليوم ضمن سلسلة حلقات كنيسة لكنيسة ماري الياس للروم الملكيين الكاثوليك في منطقة جبل الحسين قلب العاصمة عمان، لنتعرف وإياكم على تاريخها النير والبهي منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا. يا كنيسة يا مجيدة، أنت هي بيت الله، فيك نلتقي الإله ونستمد منه الحياة. تأسست الكنيسة عام 1949 في عهد جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، وببركة من مثلث الرحمات المطران ميخائيل عساف، على قطعة أرض تبرع بها السيد إلياس سيور وزوجته، لتصبح الكنيسة الرومية الكاثوليكية الأولى في المنطقة، حيث خدم على مذبحها في البداية قدس الأب المتنيح يوسف بيطار الذي أكمل أعمال التشطيبات النهائية فيها. شيدت الكنيسة على مساحة 200 متر حيث يبلغ طوله 20 متر بعرض 10 أمتار وبارتفاع 13 متراً. تعاقب على خدمتها العديد من الآباء الكهنة الأجلاء الذين وضحت بصماتهم في أعمال الأبرشية. الكنيسة هي كنيسة وبرافقها أيضا كلية رهبات الناصرة. كنيسة ماري الياس كنيسة طبعا بمساعي مثلث الرحمات المطران ميخائيل عساف، تقريبا سنة 1949 بلشت هناك جهود لإنشاء كنيسة تخدم سكان المنطقة وبرافقها أيضا مركز تعليمي، صرح تعليمي هام وهو اسمه رهبات الناصرة. طبعا القصة بلشت من الويبدة كان مركز عندنا كمطرانية ومركز لمدرسة صغيرة أساسية، هالمدرسة كبرت وتطورت فأدوا إنه ينقلوا هالمدرسة بجانب الكنيسة الموجودة بجبل الحسين.
طبعا الكنيسة تبرع فيها السيد الياس السيور بجهوده، طبعا من أصل سوري، قام بشراء الأرض وتبرع ببناء هذه الكنيسة بمساعي أيضا بقربه من المطران عساف، وأوكلوا هالمهمة لكاهن في ذلك الفترة اسمه الأب يوسف بيطار اللي كمل مساعي هاي البناء والأسس المتينة. هلأ ميزة المكان هو مليء بمعظم العائلات المسيحية بتوافد إلها، وبقربها من المدرسة استطاعت إنه يكون في أيضا أشخاص أصدقاء من مسلمين ومسيحيين، وهذا الشيء شاهد بأحداث عيد الميلاد، منشوف من طالباتنا المسيحيين والمسلمين بزينوا شجرة عيد الميلاد، لا بل كورال المدرسة مسلمين ومسيحيين، علامة العيش المشترك. وأيضا بأعياد حتى الفصح والميلاد كثير من جيراننا من إخوتنا المسلمين بيقدمونا مرات مساعدات أو عينية بخصوص المساهمة. بنيت الكنيسة على شكل صليب وتميزت بأيقوناتها البهية التي دشنت في عيد النبي إيليا عام 2015 ببركة القائم بأعمال سفارة الفاتيكان المونسنيور روبرتو كونا، وبمساهمة أبناء الرعية المحسنين بجهود كاهن الرعية الأب مودي هنديلي، حيث تعددت الأيقونات لمراحل الآلام للسيد المسيح وللقديسين، فأطفت جمالاً وروعة عند الدخول إليها. يفصل الهيكل عن صحن الكنيسة حائط الأيقونوستاس الذي أنشأه الأب ياسر عياش، الذي أصبح لاحقاً نائباً بطريركياً على كرسي فيلادلفيا وبعدها في أورشليم القدس. الكنيسة قديماً كانت عبارة عن حائط فقط، جدار تخلو من هاي الرسومات والأيقونات. طبعاً على عهد صاحب السيادة المطران ياسر العياش الكلية الوقار النائب البطريركي، قام أيضاً بمساهمته وبجهود أبناء الرعية بأنهم يقوموا ببناء هذا الإيقونوستاس اللي أنتوا شايفينه، وأيضاً بتبرع سخي من أبناء الرعية وجهوده بوضع هذه الأيقونات اللي تمثل حدث مهم بأحداث وعقيدتنا المسيحية في الفن التصويري المقدس. الكنيسة مرت بموضوع الأيقونات بثلاث مراحل. المرحلة الأولى قبل الإيقونوستاس كان هناك لوحات مرسومة باليد بنيويورك من عام 50 إلى عام 59، مقدمة من بعض أبناء الرعية، وكل لوحة موجود عليها اسم هالعائلة اللي قدمت هذا الشيء. فالمرحلة الأولى هي عبارة عن لوحات مرسومة باليد من فنانين معروفين. المرحلة الثانية هي الإيقونوستاس الموجود أمامنا، بتضم الرسل، بتضم مجموعة من الأيقونات، الصلب، القيامة، التجلي، البشارة، المعمودية، أحد الشعانين، طبعاً شغل لبنان ومرصوعين بالذهب، وكل أيقونة لها قيمة روحية وإيمانية. هلأ المرحلة الثالثة من الأيقونات حديثة، تم استحداثها بال 2015 بمساعي من أبناء الرعية، وكان الهدف إنه نترك بهالكنيسة اللي بعراقتها وإرثها وأصالتها، نترك نوع من الخشوع، نوع من التأمل. المؤمن يدخل على الكنيسة للصلاة للتأمل، وبالفعل استطعنا إنه بجهود أبناء الرعية ومساهمتهم نعمل أيقونات فوق الإيقونوستاس، أيقونة البشارة طبعاً، الجزء على الشمال العلوي يخص السيد المسيح من الولادة،
معموديته وأحداث معجزات قام بها السيد المسيح. الجزء الشمال العلوي طبعاً الأيقونات العلوية تخص السيد المسيح بالدرجة الأولى، تخص كل أحداث أسبوع الألام من أحد الشعانين دخوله إلى أورشليم، من الصلب إلى القيامة. طبعاً الجزء السفلي نحكي يمين شمال بضم مجموعة من قديسي الكنيسة الشرقية والغربية، رجال نساء أطفال. وزي ما منشوف بالسقف بالأعلى في أيقونة العنصرة والصعود، وإن شاء الله نطمح بالمستقبل أنه يتم تكميل هذه الأيقونات المقدسة بترتيب وتزبيط تكميل القبة، القبة اللي فيها ضابط الكل. فيك نعرف الوصايا ونعشق الصلاة، أنت هي فلك روح ملجأ لكل الخطى. الكنيسة تقريبا مساحتها 200 متر، طولها 20 متر ب10 متر. وهي الكنيسة ميزتها إنه الأشخاص اللي بيرتدوا عليها وبيجوا بيصلوا هم روم أرثوذكس وروم كاثوليك وسريان وأرمن. تقارب المدرسة من الكنيسة عامل كتير مهم. والأجمل من هيك بأنه هالكنيسة شاهدة حية على توافد كثير من المؤمنين، وبحضارتها وبالآباء، كل الآباء اللي خدموا بهالكنيسة. أذكر أبونا ميشيل شقور، أذكر أبونا باسيليوس جنداري، أذكر سيادة المطران ياسر العياش، الأب خالد شعبان، الأب منعم بواب، وجهد كبير للأب يوسف البيطار، وأنا حالياً موجود. فنعمة كبيرة أن أخذ هذا الإرث من الآباء والأجداد بأن أتابع هذه المسيرة في هاي الكنيسة المليئة نعمة، وبشفاعة مار الياس النبي الأردني من تشبت من جلعاد، بأن نستمر بالخدمة وبالعطاء. سميت الكنيسة بمار الياس نسبة للياس سيور وزوجته أولكونت اللي تبرعوا بهذه الكنيسة بهذا المكان المقدس. ومنشوف في الخارج على جرسية الكنيسة فوق موجود تاريخ البناء ومحطوط برج سيور، موجود برج سيور. بتعاليمك المضيئة أنت سراج الطريق، وبأسرارك النفيس ضفنا يسوع الرقيق. رعية الحسين طبعاً عبر التاريخ مناطق الحسين وجبل عمان والويبدة بالهجرة السكانية وتوسع عمان، مش إنه فقدنا عدد من أبناء رعيتنا، ولكن صار التوجه الأكثر من المؤمنين لعمان الغربية، فعدد أولاد الرعية اليوم ضئيل تقريبا من 50 إلى 60 عيلة. ولكن الشيء الأجمل بأنه سكان المنطقة الحوالين الكنيسة بيجوا بيصلوا بيشاركوا بقداديسنا الثلاثة يوم الأحد الساعة 7:30 صباحا، والساعة 9 والساعة 6 المساء. وطبعا أرثوذكس كاثوليك سريان أرمن من المهجرين العراقيين من المهجرين السوريين، فالكنيسة تفتح أبوابها لكل المؤمنين اللي بيجوا بيصلوا. فعدد رعية محدد ما في عدد رعية. في ناس بيجونا بيصلوا من الفحيس، في ناس من دوار الثامن الخامس من جبل عمان من طبربور من كافة المناطق عم بيجوا بيصلوا، بربطوا تاريخ حضورهم بهالكنيسة، درسوا بالمدرسة أو تركوا أثر كتير إيجابي وحلو. وبنعرف أنه اليوم تحدي في رعاية
عم بتذوب، في رعاية عم بتذوب، ومنشوف بعمان هالزحف باتجاه مناطق طريق المطار. فبالرغم من هيك نشكر الله على وجود هاي الكنيسة بصرحها وبروحانيتها وثباتها. تحوي الكنيسة من الداخل على ذخائر للقديسين وقطعة صغيرة من خشبة الصليب المحيي المكرم، كما تعمل لجان الرعية من أخوية أم النور وجوقة مشوار مع يسوع وشبيبة الكنيسة بجد واجتهاد على مدار العام في المناسبات الرسمية والأعياد الكنسية. طبعا الكنيسة تحوي على ذخيرة مهمة، هي ذخيرة الصليب الكريم المحيي المقدس، موجودة هاي الذخيرة ومحفوظة في هذه الكنيسة المباركة. وأيضا الكنيسة تحوي على ثياب الكهنة، ثياب الكهنوتية للكهنة اللي خدموا بهاي الكنيسة. فداخل الأقونوستاس في غرفة خاصة تحوي هاي الأواني المقدسة القديمة محفوظة، وأيضا ثياب الآباء الكهنة اللي خدموا على مر هالعصور بهذه الكنيسة المباركة. المرافق المحيطة بالكنيسة، في عنا كنيسة مبنية تقريبا على 8 دونمات، بجانب الكنيسة في مدرسة كلية رهبات الناصرة. وطبعا هذا أهم المرافق الموجودة، وتعتبر الكنيسة في قلب عمان، في قلب عمان، قريبة جدا أيضا على العبدلي أيضا اللي بيحوي على مجلس الشعب، مجلس النواب ومجلس الأمة، وقريبة أيضا بهذا المراكز روحية بقريبة من الكنيسة، مركز الأباء اليسوعيين، دير الرهبات الكومبونيات، دير مدرسة ديليسال الفرير، دير الرهبات الفرانسيسكانيات. فالمنطقة تشع بقداسة وبركة من أديرة ومن بيوت مراكز للرهبان والرهبات. الفعاليات الرعوية، عندنا مجلس رعوي يشهد له بنشاطه وغيرته، أيضا أخوية أم النور بوجودها وحضورها ومواكبتها لكل هالأحداث، وأيضا الشبيبة بغيرتها وسهرها. ففعاليات الكنيسة ترتبط بهمة ونشاط الكاهن، كل ما الكاهن كان نشيط وقريب من المؤمنين استطيع أنه يكمل بمسيرة الفعاليات والنشاطات والشبيبة. كسنديانا باسقة تعانق السماء بروحانيتها وهيبتها، فاحفظ يا رب بيتك وبيعتك من الآن وإلى دهر الدهور، آمين. في كل ضيق ملجئي، في كل ضيق. في كنيسة القديسة كاترينا ببيت لحم، أبرز 6 رهبان فرانسيسكان من بلدان مختلفة نذورهم الاحتفالية بحضور عدد كبير من الرهبان والراهبات من كافة أنحاء الأرض المقدسة. وقد وعد الرهبان الجدد أن يظلوا مدى حياتهم مستسلمين لنعمة الرب وخداما أقوياء بثقة واقتدار. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. ستة رهبان جدد يبرزون نذورهم الرهبانية الاحتفالية في بيت لحم. في أجواء مفعمة بالفرح امتلأت كنيسة سانتا كاترينا في بيت لحم بالمؤمنين للمشاركة بالاحتفال لستة رهبان جدد قدموا نذورهم الرهبانية الدائمة على مذابح الرب.
فقد ترأس حارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو باتون وعدد كبير من الكهنة الفرنسيسكان القداس الاحتفالي بوجود عدد من الراهبات حضرنا من كافة أنحاء الأرض المقدسة للاشتراك بهذه المناسبة، بالإضافة إلى العديد من الرهبان التابعين لحراسة الأراضي المقدسة. استلقى الرهبان الستة على الأرض بكل خشوع وتواضع، حيث رتلت الجوقة ترتيلة طلبت جميع القديسين بأجواء روحانية رائعة، ثم نهض الرهبان من جديد لإبراز نذورهم التي بها يعدون بالمحافظة طوال مدى حياتهم على نذور الفقر والعفة والطاعة، وأن يعتنقوا قانون رهبنة الإخوة الأصاغر أي لفرانسيسكان. ومن الذين أبرزوا نذورهم اثنان من الرهبان المنتمين إلى حراسة الأراضي المقدسة، وهما الأب أنطوان حبيب من مصر والأب جورج حداد من فلسطين، وراهبان من إفريقيا وأيضا من جمهورية الكونغو. والنهاردة زي ما شهدنا القداس بنشكر الله أنا وإخوة الرهبان على نعمة النذور الدائمة في رهبنة الإخوة الأصاغر، نعمة كبيرة أعطاها لنا ربنا، وبنشكر كل الحضور اللي شكرونا فرحتنا إن إحنا بنقول لربنا نعم يا رب، إحنا عايزين نعيش حياتنا ونكرسها كلها ليك، فبشكر الله وبشكر كل الحضور وربنا يبارك الجميع، شكرا. طبعا شعور اليوم هو شعور شكر لربنا في المقام الأول، شكر على هالنعمة اللي أعطاني إياها وأعطاني إياها لإخوتي كمان، شكر على هالنعمة اللي ما لها حدود واللي هي نابعة من محبته الكبيرة لكل واحد فينا. شكرا بشكر كمان أهلي على كل القيم والتربية اللي أعطوني إياها حتى اليوم أنا وصلت هون. بشكر كمان إخوة الرهبان، بشكر حراسة الأرض المقدسة وكل إنسان رافقنا كلياتنا بالصلاة وبالمحبة، شكرا كتير. De la Fondation Notre-Dame d'Afrique, je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous, et pour l'accueil aussi que les chrétiens de Bethléem ont fait pour nous. Nous disons merci et nous rendons grâce à Dieu pour ça. C'est bien fait, merci. Nous comptons sur vos prières. Merci beaucoup. Qu'il n'a cessé de m'accorder, surtout en ce jour de ma profession solennelle. C'est une grande joie pour moi d'être ici présent. Surtout durant tout le parcours que j'ai fait du début jusqu'à maintenant, c'est une action de grâce. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint son nom. Je profite de l'occasion pour remercier tout le monde, remercier également nos supérieurs et surtout nos parents qui n'ont pas été présents à côté de nous, mais qui sont unis à nous, toutes nos connaissances et tous ceux qui nous ont vus de près de loin, je leur remercie. طبعاً الواحد بشعر بفرح عظيم جداً، فرح لا يوصف. وأنا مبسوطة كتير كتير بهاي المناسبة وبتمنى له يتمم خطى ويتمم المسيرة ويكون قدها يا رب. وبعد المناولة وإعطاء البركة النهائية تم تقديم التهاني داخل الكنيسة من قبل حارس الأراضي المقدسة والكهنة والراهبات والمدعوين بأجواء روحانية غمرتها السعادة والفرح. للنورسات مارلين الحدوى من كنيسة سانتا كاترينا بيت لحم. استضاف برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد على صفحة فيسبوك نورسات الأردن الدكتور فارس بريزات رئيس مجلس إدارة نماء للاستشارات الاستراتيجية، حيث دار الحوار الذي جرى في كنيسة اللاتين في مادبة حول أهمية الأردن على الخارطة السياحية في العالم وبالذات السياحة الدينية، وذلك بفضل وجود كنائس تاريخية ومقامات إسلامية تنتشر على امتداد مساحة الوطن وتميزه بخصائص فريدة كحالة العيش المشترك بين أهله مسلمين ومسيحيين، وعلى أرضه يلتقي الناس على المحبة والخير والبناء. المزيد في هذا الحوار. إذا بدنا نحكي عن حج مسيحي على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية،
نبدأ من الشمال من بيت إيدس أينما يقع كهف السيد المسيح، نعم، ثم إلى مار الياس في عجلون، سيدة الجبل في عجلون في عنجرة، نعم، إرحاب في المفرق، أم الإجمال أيضا في المفرق، أم الرصاص، دير الفحيص. هناك المناطق التي نستطيع أنه نعدها، يعني على الأقل 11 موقع هذول لهم علاقة مباشرة بالحج المسيحي، 5 منهم معترف بهم من الفاتيكان كمواقع للحج المسيحي، وأيضا في هذه الكنيسة، الكنيسة التي تسمى كنيسة قطع رأس يوحنا المعمدان، في ستينيات القرن الماضي تم تسميتها كأحد مواقع الحج المسيحي من قبل الفاتيكان. فنحن لدينا هذا الكنز الذي باعتقادي لم نصل إلى الحد الذي يمكننا من القول بأنه هذه المدينة التي ينبغي أن تسمى عاصمة الحج المسيحي وينبغي أن تكون عاصمة الحج المسيحي استطاعت أن تستقطب العدد الذي يليق بهذا التاريخ وبهذا الإرث، وهي أيضا قضية مكملة للسياحة الدينية في أماكن أخرى. نحن لدينا من مقامات وأضرحة الصحابة الكثير والعديد، وأنت تعرف ذلك، نعم، من الشمال الأردن لجنوبه، أيضا مقام أبو ذر الغفاري في منطقة المثلوثة، نعم، والشقيق في مغاريب ذيبان، قريب جدا من تل ذيبان الأثري الذي كان عاصمة الملك ميشع وسبق، نعم، وذكرته أيضا، ومسلة ميشع التاريخية التي تحدث فيها عن انتصاراته آنذاك وعن مملكة مؤاب التي امتدت من شمال مادبة إلى سير الحسا في جنوب الكرك ومحافظة الطفيل الآن. هذه المناطق الغنية بإرثها والغنية بما تعرضه علينا من فرص ليست فقط لتعريف العالم بما هو الأردن ومن هم الأردنيون، وأيضا نحن لدينا قصة لا يمكن أن تكون ولا يمكن أن تكون منسية ولا يمكن نسيانها، هي قصة العيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين، بين أهل البدو وأهل الحضر في أردننا الحبيب. نحن نتحدث عن 100 عام من البناء المتراكم، وهذا البناء المتراكم لم يبنيه أبناء العشائر فقط، ولم يبنيه أبناء البدو فقط، ولم يبنيه أبناء الحضر، بنوه جميع الأردنيين من كافة المشارب بأديانهم المختلفة وأعراقهم وأجناسهم من الشركس والشيشان والمسلمين والمسيحيين والبدو والأردنيين والأردنيين من أصل فلسطيني ومن أصل سوري ومن أصل عراقي وكردي وحجازي وما إلى هذا. البلد قدره أن يكون دائما المكان الذي يلتقي فيه الناس على المحبة وعلى الخير والبناء. أقيم في أربيل بالعراق حفل تخريج الدفعة الأولى من طلاب الجامعة الكاثوليكية، شهد الاحتفال عدد من الشخصيات الدينية والرسمية من بينهم غبطتي بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية رفائيل ساكو والسفير البابوي في العراق، وعدد من أساقفة الكلدان والكنائس الأخرى والأباء الكهنة والراهبات وأهالي الخريجين. وألقى غبطة البطريرك ساكو كلمة باسم الكنيسة الكلدانية عبر فيها عن تهانيه الحارة لهذه الجامعة ولأبرشية أربيل وأقليم كردستان وللطلبة الخريجين، معربا عن أمله أن يكونوا فاعلين لبناء مجتمع إنساني وأخوي يحترم التنوع والتعددية، كما أعرب عن تمنياته أن تدرس التربية الدينية لكافة الطلاب مسلمين ومسيحيين على حد سواء حتى يتعرف الطلاب على المشتركات بين الأديان بشكل صحيح فيتجنبوا التطرف. بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون وتحت شعار أنا منكم ومكاني بينكم، نظمت جمعية إنجاز للتوعية المجتمعية بالتعاون مع منتدى رواد الشمال الثقافي مسرحية توعوية هادفة لأشخاص ذوي متلازمة داون، وذلك في مركز الحسين الثقافي برأس العين بعمان. وقد رحب مندوب سمو رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة باسل الطراونة بالحضور، وخصوصا المصابين بمتلازمة داون وذويهم، لافتا إلى ضرورة تكثيف كافة الجهود التي تخدم هذه الفئة بشكل خاص. حضر الاحتفال الذي تخلله العديد من الكلمات السفير العراقي في الأردن وعدد كبير من الشخصيات الدبلوماسية والإعلامية والاجتماعية وممثلو الهيئات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني. بعد غياب سنتين بسبب جائحة كورونا، أقامت مجموعة كشافة ومرشدات مطرانية الروم الكاثوليك أم السماق إفطارا خيريا في عمان،
حضره الأرشمندريت بسام شحتيت النائب الأسقف العام لمطرانية الروم الملكيين الكاثوليك في الأردن، والدكتورة باسمة السمعان المديرة الإقليمية لفضائية يونورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين، وممثلو الشبيبة والأخوية من رعية القديس جوارجيوس، وكشافة وشبيبة الروم الأرثوذكس، وممثلون من عدة رعاية في المملكة. وافتتح الأب شحتيت الفطورة بالصلاة داعين الرب أن يبارك هذا اللقاء ويبارك الحاضرين فيه، كما ألقت الدكتورة السمعان كلمة رحبت فيها بالحضور ودعت إلى ضرورة العمل الجماعي والتنسيق المشترك بين شبيبات الكنائس، كما قدمت نبذة عن نشاطات وفعاليات نورسات ودورها المميز في خدمة الكنيسة والمجتمع. وتخلل الفطورة فقرة ترفيهية طربية أتحفت العائلات المشاركة وعموم الحاضرين. قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان حلقة جديدة ومميزة بعنوان الشراكة مع الله، وقد أغنى الحلقة ضيف الاستوديو الأرشمندريت الدكتور بسام شحتيت النائب الأسقف العام في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك، الذي تحدث عن الشراكة مع الله ومع القريب من خلال إنجيل يوحنا، كما أشارت الحلقة إلى كتاب الضيف شحتيت الصادر للتو بعنوان المسيحيون والمواطنة في البلاد العربية بين الحقوق والواجبات، فيما أجرى البرنامج اتصالا هاتفيا مع الأب فرح حجازين والأب جورج رايحة. فإلى هناك. هلأ الشركة مع الله والشركة بين المؤمنين بتقود كمان إلى الشراكة، وأيضا بتقود بعدين على الرسالة. نعم. ككنيسة وكمسيحيين رسالتنا. نعم. فإذا بنحكي الشركة، لعشان يصير في شركة أنا بنطلق من إنجيل يوحنا. نعم. وفي إنجيل يوحنا بالفصل الأول الآية الأولى بيحكي لنا في البدء كان الكلمة والكلمة كان لدى الله وكان الكلمة الله. الكلمة كان لدى الله، هاي الجملة الكلمة لدى الله بتدل كان عند الله، فلدى الله في شركة مع الله. من هالمنطلق احنا بنحكي يسوع المسيح كان في شركة مع الله، وهالشركة هاي بعدين كمان تحولت لشركة مع البشر. فمن هالشركة هاي في إنجيل يوحنا إذا بنتعمق فيه، وبده وقت كمان إنه نتعمق في هالكلمة الشركة اللي هي باليونانية بروس، يعني هالشركة هي تواصل. لما في إنجيل يوحنا بيحكي كان المسيح ينظر إلى الله والله كان ينظر إله، هالنظر بين الشخصين بيؤدي للتفاهم وللتواصل. فمن هنا التواصل بيننا وبين الله كمان على مثال يسوع المسيح بتعطينا شركة عميقة. وبيحكي لنا كمان في الآية 16 ومن امتلائه نحن أخذنا ونعمة فوق نعمة. حديثنا اليوم في نقطتين، النقطة الأولى أهمية معرفة يسوع، ثانيا هذه المعرفة يجب أن تقودنا إلى اللقاء الحقيقي مع يسوع. اللقاء بالمسيح عندما أخذه قدوة لي في مجال الخدمة، من ادعى أنه ثابت فيه عليه أن يسير مثل سيرته. كانت سيرته خدمة، ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم. غسل أرجل التلاميذ وقال بعد ذلك إذا كنت أنا الرب والمعلم قد غسلت أرجلكم، وجب عليكم أنتم أيضا أن يغسل بعضكم أرجل بعض، فإن أعطيكم قدوة لتصنعوا أنتم أيضا كما صنعت أنا بكم. فمن أراد أن يكون فيكم كبيرا يكون لكم خادما، ومن أراد أن يكون الأول يكون لكم عبدا. اللقاء بالمسيح يدعونا إلى خدمة المسيح وخصوصا في أعضائه الفقراء والمساكين. موضوع الشراكة هي تخص أحدهما، تخص اللاهوت الشرقي واللاهوت الغربي. نعم. هلا باللاهوت الغربي العلاقة علاقة أفقية، الكاهن والشعب في شراكة على مستوى واحد، شراكة تتجه نحو السماء. في اللاهوت الشرقي هي العلاقة عمودية، الكاهن في مقدمة المصلين، المصلين في أماكنهم، في علاقة شراكة يصلهم الكاهن. نعم. ما حللتموه على الأرض فهو محلول السماء، هذا السلطان الذي منحه الرب يسوع المسيح لتلاميذه. نعم. ومن بعده للآباء والقديسين والكهنة والأساقفة.
هذه العلاقة، علاقة الشركة على الصعيدين، يعني كيف نصل إلى مستوى نرضى عنه في علاقتنا وشراكتنا مع الله في حياتنا، كيف بدنا أن نقيم. وفي ذات السياق، محبة السلطة أم سلطة المحبة؟ السلطة هي التي تعطينا السياج الحماية كي نكون في جو شراكي، تبدأ من الشخص مع أهل بيته وعائلته، ثم برعيته، ثم نصلي جميعا نحو علاقة شراكي مع الله من خلال مسيرة. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. مرور عام على تعيين غبطة بير باتيسيا باتسبالا بطريركا اللاتيني في القدس. غبطته يترأس في أبوظبي مؤتمر أساقفة الكنيسة في البلدان العربية. بدعم من البعثة البابوية في الأردن، دورة في التعليم المسيحي للمعلمين والمعلمات. بطريركية القدس للاتين تدعو المؤمنين للمشاركة بعيد أمنا العذراء في دير رفات بالقدس. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني www.nursadjo.org. حتى نلقاكم أعزائنا، طبت أوقاتكم ودمتم بخير.